السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة بقى، أنا جايب لكم مفاجأة. المستشار عمرو موسى. ازيك يا أستاذ المستشار؟ ازيك يا أستاذ؟ يا باشا يعني شرفتنا في قناة أجيال أندلس. شرف لنا طبعا. بصوا يا جماعة، أي حاجة قانونية مبدئيا أنا بشكر الأستاذ أسامة لأن هو كان هو النبراس ليا. الله يكرمك. وهو لحظة الانطلاقة اللي من خلالها أنا ظهرت على اليوتيوب، وإن شاء الله بإذن الله هتواصل معاكم دايما، وبأمر الله هتواصل وهرد على كل أسئلتكم، وخاصة الأمور التعليمية وما تم من إجراءات، إيه اللي ممكن تقدر كطالب تقدر تعمله، ولي الأمر يقدر يعمل إيه، يرفع إيه، إيه الأوقات أوقات القانونية لموعد التظلم ورفع الدعاوى، إيه النتيجة المترتبة عليها، إيه الحاجة المستندات أو الأوراق اللي ممكن تقدمها من خلالها، إن أنت من خلالها بتقدر توصل لأكبر نتيجة ممكنة. طب الوقت دلوقتي هل كمدة قانونية، هل المدة القانونية لرفع الدعوة والحكم فيها واستلام الصيغة التنفيذية والتنفيذ بها؟ طيب أنا لو أنا استفدت بيها إن أنا أخدت، ولكن أنا مشيت في كليتي، هل لي حق في التعويض؟ هل لي حق في إن أنا أسترد ما تم يعني سلبه مني؟ ما هو ده سلب، سرقة. يعني مثلا التظلمات اللي الطلبه بتشتكي دلوقتي، بتقول لك ان الورق مش أكيد بتاعها. اكيد كل الكلام ده هيبقى سواء على قناه استاذ عمرو موسى المحامي، هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو، وفي نفس الوقت هيبقى معانا برنامج مع مستشارك هيبقى خاص بكل الاحكام القانونيه، سواء بقى بمحكمه الاسره، سواء في التعليم، سواء في اي حاجه، سواء على قناه اجندلوس او اجندلوس تي في، وعلى قناه عمرو موسى المحامي. بس اهم حاجه ما تيأسوش، التظلمات سواء بقى ورقك مش ورقك، كل ده هنعرفه قانونا. وهل فعلا الطالب ممكن ياخد حقه بعد فتره؟ وهل الطالب ممكن ياخد حقه بدري؟ كل ده بنقوله، وبرضه بنناشد كل مسؤول التعليم اللي احنا بنقول لكم يا جماعه، بالله عليكم ارحموا ولادنا. مش عاوزين بقى محاكم ونقعد نرفع قواضي وحقنا يروح ونقعد ندعي ونعمل، احنا عاوزين حقنا بما يرضي الله، لان احنا دوله قانون في الاول والاخر، دوله قانون. وسياده الرئيس دايما هيقف معانا ان شاء الله، وهيقف مع الحق. احنا بنقول لك يا ريس، يا ريس ولادك دول انقذهم من وزير التربيه والتعليم، وان شاء الله لم يلجا احد الى القضاء ولم ياخذ حق، حتى الحق في استرداد او الحق في التعويض عن الضرر اللي تم ليه. فكل ده ان شاء الله باذن الله نجاوب على استفساراتكم، وهنكون لنا لقاءات متعدده ومثمره بامر الله، والله المستعان ان شاء الله. وبنشكر استاذ عمرو، وان شاء الله هسيب لكم كل اللي انت عاوزينه، سواء ارقام استاذ عمرو او قناه استاذ عمرو ريموسا، اللي انا يعني انا كنت من الناس اللي بقول لازم تعمل قناه، زهقت فيه. فان شاء الله هنشوف حلقات جامده جدا على قناه اجيال اندلس وقناه عمرو موسى المحامي، هيكون لينا لقاءات جامده، وهيكون لينا ان شاء الله سواء بقى استاذ عمرو موسى او عمرو عبد السلام، كل دول عشان نوصل في الاخر لحق ولادنا. تحياتي لكل متابعي قناه اجيال اندلس، شكرا ليكم، مع الف سلامه.